العربية اللي ممكن المتسابقين يكسبوها النهاردة هي أوبل جراند لاند إكس. العربية اللي موجودة معانا النهاردة وللمرة التانية في عربية معدية هي العربية الأوبل الجراند لاند إكس. دي تاني مرة ظهور للعربية دي في برنامجنا الحقيقة، وانا مبسوط ان هي بتظهر معانا مرتين، لان انا هي بتعتبر من العربيات اللي انا بحبها جدا الحقيقه، وعاشت العربيه دي شخصيا، عاشت معايا فتره طويله قوي. انا العربيه دي خدتها جربتها وعشت بيها فتره طويله، ومن الحاجات اللي حبيتها جدا في الجراند لاند اكس في فئه الكروس اوفر ان هي قادره توفر لك تجربه قياده بسنين، يعني زاويه وزاويه، يعني في الزاويه الراحه والعمليه والمساحات والكلام ده كله، وفي الزاويه الثانيه بتاعه متعه السواقه، يعني متعه السواقه فيها عاليه جدا. العربيه دي، العربيه زي ما انتم عارفين بتنزل زي ما قلنا قبل كده بموتور 1600 سي سي تربو 4 سلندر، بتخرج 163 حصان وعزم 250 نيوتن متر، ومتوصله بفتيس 6 نقلات اوتوماتيك. اللذيذ في العربيه دي زي ما قلت لكم ان هي سواقتها عامله زي العربيات الرياضيه الهاتشباك، ما تحسش ان انت راكب عربيه ضخمه وعاليه. لما تيجي تجري بالعربيه او تتحرك بيها بسرعه عاليه بتلاقي نفسك يعني على طول بتنجز، ستيبل قوي العربيه، ثابته ماسكه في الارض. دي حاجه مش سهله، اغلب العربيات الكروس اوفر في الفئه دي لما تيجي تتحرك بيها وتجربها بشكل عنيف تحس بوزنها، تحس بالبادي رول بتاعها. العربيه دي مش كده خالص، ودي الهندسه الالمانيه الحقيقه. يعني انت عندك العربيه دي ليها اخوات مماثلات في السوق، لكن تجربه سواقته مش زيها خالص، هي بتتميز عليهم شويه في الحته دي. طبعا العربيه دي انتوا عارفين ان النهارده المتسابقين بتوعنا عندهم الفرصه ان هم يفوزوا بيها في عربيه معديه، ومش بس هيفوزوا بيها كمان، ده كمان لو فازوا بيها هياخدوا تامين شامل لمده سنه من اكسا. واكسا زي ما انتوا عارفين يعني راحت بال، راحت بال بمعنى ان انتوا عندكم خدمات كتيره جدا بتتقدم مع التامين بتاعهم، زي رود سايد اسيستنس، لو انت مثلا عندك مشكله البطاريه نامت، العجله نامت، العربيه عطلت، بيبعتوا لك وينش لمده 24 ساعه، هم شغالين 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. وطبعا كمان ده غير الاونلاين كليم، ان انت ممكن تعمل الكليم بتاعك اونلاين، ولو لا قدر الله عملت حادثه او حاجه بتقدر تعمل، يعني مش شرط تعمل محضر من الاخر، يعني مش لازم تعمل محضر، ممكن بالكليم بس تنجز حالك يعني، فحاجه جميله. مقدم اليكم من عربيه معديه.